السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إثماء إثماء إذا نظن كاتخيج الفجعة كاتخيج النخبة يقصح سوطس أن يجل عدد من الشباب أموث غرقا يربحا بني شيكار بني شيكار الشباب نغي حاموشنا نغي حنجانا تغد قوان خصنا ضرحن الزوان الضيف فضحن غا اسبانيا غا اوروبا بصفة عامة. لكن شاءت الاقدار شاءت الاقدار ان التوفان غرقا ذي ربحان بن شيكا ذنيت بالدغ اذيني غا انا لله وانا اليه راجعون. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده لأجل مسمى. فالصبر لذويهم لأن مش حيقصح الإنسان الذي فقد ميس الرمشة عين جيجومشان يقصح الطأس. فالله سبحانه وتعالى دائما يفعل ما يريد. المشكل نيغ الموضوع هو انه احنا جانا من توغكوان اني ينسنتوغ كانت صادقا اني ينسنتوغ كانت من اجل لقمه العيش لقمه العيش من اجل الحياه الكريمه من أجل العمل ومساعدة ذويهم وعائلتهم. الفجعة وجبوا أول مرة إذ وقع ذي النظار لغذي المنطقة التهريب البشر توقع ذي بويفة توقع ذي بني شكا كل مرة توقع الوفيات لأن المسؤولين ما مسوقينش الحياة المواطن. ونسن أنه أم زيان أم قران غاس الخبر مرة من يتوقع عندي المنطقة الساحلية مانيس يتحرق الشباب نعرف على مرأة ومسمع المسؤولين على العموم هناك علامة استفهام وهناك ما يدور في أذهاننا. ذن لتتبدغ منذ إغلاق المعابر الحدودية أي ثمانية السماء إلا وازدادت الأحوال سوءا في انعدام فرص الشغل انعدام فرص الشغل. اللوبيني يبلع المعابر الحدودية هو مسؤول ذي الوفاة المذنبة خميني السورة خلوبي يمون دايس المسؤول ذو المنتخب ذو برقاق ذو شكاب ذو اني تنظن ذو اني على العموم نشي نسن انه ممشي قول امر غانق ذي المنطقة نغلاريف المنطقة ينعرف منطقة معظمة مقدسة وغاسج التاريخ يشنا ارض الشرفاء المجاهدين سيدي محمد مزيان سيدي عبد الكريم الخطابي هذ الشرفاء. لكن مع الأسف في 2024 توقعت أمور الإنسان يتذكر أنه أذي مل أذي شهر خميني نسور خلمو عنا مثل المنطقة الريف نسور زي صميم القلب مرمي بلع المعابر الحدودية وسين يخرق أنه قل بلع المعابر الحدودية أنه قلق المقابل من يغخذ من فاروال المنطقة اللي تغا يتمارس التهريب وذن انتي قصة الدولة تقر خمث الناس لأن خميني نسوارخ الدولة نسوارخ وور ندولخ الجهاز ندولة يتحاربن يجل الفساد المفسدين غانغي الجال ذي الوطن ومن أيام مرار وتكرار مجموعة المسؤولين
تغاي المسؤولين دي مراتب عليا، و سبحان انه تغاين دي الشبكات التهريب ان كذا وكذا. مش قد تقرا غيرين الشين دي المسؤول تلغى سجون مكتبة عليا، والدولة تخصص ميزانية ضخمة من أجل وضع برامج تشغيل وكذلك التعليم وكذلك الصحة وكذلك وكذلك وكذلك. لكن وانت وير ولادي جنحاشت لماذا سوارغ دي النظا ذي النواحي النظا نغذي الجهة الشرقية تيري ديني برامج الدولة تخصص ناس نتيج الميزانية ضخمة ومين تيشن تيشن تنتي المعارف نسن يمي تغثني تعاونا ذي الانتخابات نغذي السياسة. كيفاش انه نزل منطقية تيري مليح كيفاش كيفاش المال العام سي نورمال انه الخلق برامج ابدل النظرة ذي بدل ذي بدل الكمال. على العموم ايها الاخوه نشي مره مسؤولين خل المنطقه، لان لولا اننا نساور خل المشاكل ذي التواصل الاجتماعي جول اليوتيوبرات غانغ جول المجتمع المدني جول الغيوري لا كان ان يوضغ الهدف ان سبين المشاكل المعاناه ظرف ضيح للمسؤولين. اذن اينا ميمي يموت المساكين مش دوم نيخ تغاروحا الزوان الضفة من أجل لقمة العيش. جان غزير هادني أنه قحق أجماضني ومان قوى ذي النشاء قيامو قكذا ما مشي روح الجيل الأول الجيل الثاني وري الجيل الثالث قيقوا. الجيل الأول أنه الحمد لله أقف مليح، الجيل الثاني أقف مليح زار مرة مش ترقوحان غاف مواطنسان غاس نيحنجان غاس النظام ذي الحياة نسان وريد جيلة ويسرثة يوزون غديرية مني. لا يعقل أنه الإنسان ويتيف حتى أنه ميزي غيويا ميزي غي هو ميزي غيني ذي الطاكسي. أكيد أنه الإنسان أذي غما إنسان أذي بادر أذي خارص ما حد ذي بعد للجحيم. وذا شادي مواطن نخ المنطقة ينخ وذبو الحياة الحياة وذا الجيشة الإنسان يخرق محندا ذي عيش محندا ذي ياض محندا ذي سو محندا ذيش وذي خرق شا محندا ذي عدب. لأن المسؤول انتيت ولان المسؤولية نوذانا كور ما يزدش العامل يتسجل البرنامج ويسجل المخطط ليس مخطط لصالح أهل المنطقة. المخطط البنايات ابيتون كابيتون كذا فوياض وما هي معروف ايش مجموع المشاريع اقين دانا نيتا ديال المناطق النف كينتن ابيتون الميزانيه كان كان كا اويار ما يمي لان المشاريع ليس الصفقات ليس المفاهمه ليس انت ليس انت ليس انت ايو ذان ني اهل المنطقه ني غيو ذانا ناريف انو الزو ماني غاخذ من الشباب ماني غاخذ من يوذان ماني غاخذ من ثمغاري حتى انه وخذنا بعض المؤسسات شبه المؤسسات للعمل يتم استبعاد واذلال المواطن. على العموم ايها الاخوه ما يقسم الحر مره كل مره يتكرر المشهد ويتكرر المأساة وتتكرر الفاجعة امام مرئي ونسمع المسؤولين مخصوص سيور بوخ بعض النقاط هذه الدول ايجاب نشي نقا الدولية نقا الجهاز يسقرم هماثا قال الفساد انتشر وعلى الفساد انتشر وعلى الريف ظرف ضيحف المعيشة ثقسح خييث بابنسن الجالية ثحر الريف وثيكسين ثقسيت الجالية دواء للعنوان المناسب الى منطقه النق وذا لا تشغيل وذا لا تطبيب وذا لا تعليم المشاكل في الشفرة المهم الحراقه يبوهريا زيد للمخدرات من ما صدق ديال المنطقه من يعري المنايا رخدم ثوالو رخدم ثوالو ها كل سنة قالت أنه أدير الأمر مليح
إنا لله وإنا إليه راجعون.